على عيونك يا زينب حلم مذبوح، وكل عينك دمعها بس ما بكيتي. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب، يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولم يزل كاظما للغيظ محتسبا. شلون جيت باستعداد يوم عاشر؟ اليوم ان شاء الله هيك استعدادك، بارك الله فيك. فلم يزل كاظما للغيظ محتسبا، على الأذى صابرا في حكم باريه، حتى قضى بنقيع السم مضطهدا، وجرع الحتف قسرا من أعاديه، فمذ قضى أحدقت في نعشه فئة من قومه وأهليه ومواليه، وفيه جاءوا إلى قبر النبي لكي يكون دفنهم للمجتبى فيه، وأقبلت ووراها الجند واحدة للجند مقتادة للحرب تبغيه، فما نعت دفنه في بيت والده حتى غدت بسهام الضغن ترميه. أدنت لخير الورى من كان يبعده، وأبعدت عنه من قد كان يدنيه، فمال فيه أخوه السبط لا فشلان، لكنما هو قد من كان موصيه إلى البقيع، فواراه هناك وقد أقام عند شفير القبر يبكيه
أخي أخي سأبكي كما ناح الحمام وما سح الغمام ومن هلت غوادي أذكيت جمرة أحزاني وإنك قيت قد ذكرتني ما أنا قد كنت ناسيه فاليوم بعدك يا ذخري ويا عضدي ساعدك الله يا أبو علي لم يحلو لي مجلس إن لم تكون فيه يا مسموم ويا مذبوح عليكم الأجذب الون ولا ولا هلا بيك يا أم العلي بن فايز هاي على لسان فاطمة واللي هم أمر فاطمة يقرأ وياي يا مسموم ويا مذبوح عليكم الأجذب الون حسن وحسين يا ولادي عليكم ذايب الفار صار النوح لي زادي عليكم لجذب الون أنا متمرمر من سنين كم فجعة فجعني البين واغضم فجعتي بحسين عليكم لجذب ال على بختك يا ما جاي تقرا على امامك الحسن تريد احشمك اكثر صور البقيع الان ظل ما يمها احد بس الحمامي الطاير وانت قاعد في ماتم امامك وتريدني انا اخيك بعد هم لا بس ما يخالف بخدمتك ولا واحد ملتضي بسمى وهذا مغفر بدم ذبيح اخوته يما عليكم لجذب اي المذبوح في عاشور يا مرمي والصدر مكسور قلم صابك نشرت شعور عليكم لجذب ولا ولا واحد مات في داره واحد جتني اخبار وحش البار زواره عليكم لجذب بخدمتك مولاتي احنا وياك ونقول لك ها نوحي على الأولاد في كربلاء واحد واحد تبددوا تفرقوا وغنيت وصار الشمل تبدي واحد من جعد قضاء واحد واحد دفن عندك والآخر غنك بعي قبر الحسين يمك وقبر حسين دهري رماني بالرزايب كل غا شتت أولادي عن يميني وعن ولا شوف لحظة من الدهار مرتاح با وعظم علينا لون عنا وعلى حسين واحزني يعني تقول الزهرة إذا صرخ الواحد منكم في أبو حمد بالياسين بالأوحد بالعباسية في كل مآتمكم وين ما صيحون وحسينات هيجون حزني صيحوا ياها على حسين واحزني
على حسين وحزني ولا أبكي على أولادي قضاوا بالسيف وأبكي على أبوهم قتيل لابني ملج وإن كان بالله تسألوني يا هو قضايا كل المصايب هونتها مصيبة يلا او على حسين واه وينك مولاتي قالت من ماتمل ماتمل واسط المجلس الدور بلبس السواد مبرقعة والضلع وتصيح شي ابني الشيعة يوم عاشوه وياها كل المصايب هونات على امرك وعلى حسين وحزن من ماتم الماتم بواسط المجلس الدوق بلبس السواد مبرقعة والضلع وتصيح شي ابني يا شيعة يا يوم كل المصايب هونتها مصيب ولي 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 منهم برض طيبة ومنهم برض كفار منهم بسامراء ومنهم وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح يا حسين يا ابني يا عزيزي وقرت أي حضرني أبيات ولا ليلي بس مو تتعب أنت الليلة بس عزاء بس نعي على الحسن ها تكريما له ليلي ونهاري على أولادي شغلي النوم بالسمي خلصة والعزيز حسين مذبو بالغاضري يظل ثلاث أيام مطرو بلي غسل والحرايا يا مودوه هدي قبل لا أقرأ هالبيتين المؤلمين أريد صرخة منك حسين بس ها أنت تحاجيها قلها الله يعينك كم جنازة من بنينك ظلت بلا موارا وشفتيها بعين والسبب كله من الذي سقط جنين ورث علينا الحزن والحسرات والنو واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلو واحد على حماميل فوق الجسر جابو أما غريب الغاضري بخيل كم ولد يم حسين ظال ظال بالطف مذبوح أنا مطمئن مولاي الحسن يقول لا بأس حتى أنا بتشيني على أخوي الحسين قرالي ولا ولا قعدت يم وليدها ليلة الحادي عشر تقل عليك ضلع المن يهل دمعك على ضلعي توني يا وليدي لو ضلعك قل لي يا جروح ما ذيك وملوعك فقد عبد الله لو عباس لو ربعك
محمد من منحر المقطوع وبلا راس، لا عبد الله لا صحبتي لا عباس، بزينب يا يما بين هاي الناس، سهم من الشماتة بقلبي شي طلع يا يما، ان شاء الله يبتشيك هالبيت يا يما، ومن خذوها مكتفة الايدين نوب الجسم نوب الراس ترب العين، وكل ما تنظر بصاحت يا خويا حسين شوف اللي ضربني ما حد منع. ما قمت لها يما، سمعت اختك تنخيك وما قمت لها؟ قال خذتني الغيرة وانا وصالي مقطوعات، قمت وهويت بالحومة ثلاث مرات، ولن واحد يصيح حسين حي ما مات، يما علي خيل وزلم فزعة وفرد فزعة، علي فزعة ويا يما، وردوا من ردود وهذا الصابني يا يما بالعمود، وهذا برمحة صوب كبدي الممرود، وهذا بخنجرة من شفق الصبع. حضنة توليد تصيح يما هذا كله وما فزع عباس، عباس تتبعك العمامة ليرفعون الراس، قالها يما غيرة العباس معروفة، يفزع بيشوه ومقطعة، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. أترك الكلام والسيرة الذاتية للإمام الحسن إلى ليلة غد إن شاء الله، والليلة ناخذ جانب الرثاء والعزاء. بس قبلها أنقل الرواية، الرواية التي أبكى رسول الله وبكى مع فاطمة الزهراء على ولديها، وتصير من سنة رسول الله البكاء على ولديه. يقولها يما رحنا لخدمة جدي رسول الله، بس ما أدري ليش جدي فرق بيني وبين أخوي، شو استقبلني وقبلني على رقبتي وقبل أخوي الحسن على فمه، ليش؟ هل أن جدي يجد كراهية فيني وامتنع عني؟ إجا النبي، إجا الإمام علي، اجتمعوا، قلت لأبويا الحسين اليوم مهضوم ما ابتسم، هل مدلل؟ يقول ليش جدي فرق بيني وبين أخوي؟ يقول غرورقت عينا رسول الله بالدموع، قالها بنيتي لا يتأذى الحسين، أنا ما فعلت هذا إلا عن حكمة، وضع الشيء في محله، بني أنا قبلت الحسن على فمه لأنه يقتل مسموما، وحسنا وقبلت حسينا على نحره لأنه يذبح من الوريد إلى الوريد، فولولت فاطمة، بويا ابن الحسين يذبح ذبحا؟ نعم، يمتى وفي أي زمان؟ قالها بزمان خالي مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه، وحتى عياله يأخذونهم أسرى، بكت فاطمة، قالت لأبويا إذا ابني يقتل بأرض العدو أنا أم ما موجودة ولا أنت ولا أبو، من يبكي على ولدي؟ أي والله هنيئا لكم. قالها بني أخبرني جبرائيل عن الله
أنه سيضع له ويخلق له شيعة ومحبين يقصدون قبره. شفتهم اطلعوا لو لا؟ وتحدوا التحديات وراحوا وصيحون يلي بلا ناصر بقى وانحز وريد، جينا نزورك من مكانات بعيد ونزور أولادك والأرواح السعيدة، عدنا سؤال سايلك جاوبنا يحسي، عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره، جاوب لسان الحال يا شيعة الزهرة، ابني على صدري والسهم نابت، ابن احراء وعباس اخوي على الشريعة بغير تشفي. ولا ولا هسه زين اكو نقل وفضائيات ونشوف هن يرحول الحسين قبل 100 سنة واكثر، اذا صار جريب الاربعينية او اذا انتهت 10 محرم طلعت الوادم من القطيف والاحساء والبحرين والكويت وكل مناطق الشيعة، تقصد من أقصى بلاد شيعة الجعفرية، لوين يا زوار قالوا الغاضي، لوين يا زوار قالوا أرض لطفو، نزور الذي ظل وبلي روس وجفو، وحسين مرمي والعوادي فوقه الطوق، شاله وبراسه وظلت الجثة رمية. يقصدون قبره، ينصبون مأتمة يبكون عليه. قالت لأبويا إن لهؤلاء الشيعة فضل كبير علينا، فما جزاؤهم عندك؟ قالها أنا أبشروا، أنا لا أدخل الجنة إلا بهم، وأنت يا علي؟ قال أنا أسقيهم من الحوض، وأنت يا حسن؟ قال أنا أقودهم على الصراط، وهي قالت أنا أخرج لهم شفيعة، والتفتت للمدلل دموع على خدودة يما، وأنت يا أبو علي؟ قال أما أنا فمن زارني زرته. مو تستصغر جيتك للماتم، هاي زيارة لأبو علي. قال لها يما أحضر له في 3 مواقف، ساعة خروج روحه من جسد، هلا هلا بينا يا أبو علي، وليلة الوحش في قبره، وفي عرصات يوم القيامة. وبتشاها على أولادها، وإحنا اليوم امتثالا لها ولدمعتها، وريد رضايتك مولاتي. 40 يوما مولاي الإمام الحسن يتقلب على فراش المنية، قد سرى السم في جسده، وفي مثل يوم غد حس الأخ بأخوه، ودخل علي الإمام الحسين رآه بتلك الحالة، أغلق الباب وجلس عند أخيه. هاي أنا أسمعها من الملال القدامى، من شاف أخوه الوحدة يمه قال له إيه أخوي أبو علي مدام فرصة، تعال تعال يمي أريد أبكي عليك قبل ما أموت يا أخوي. عاد اللي يموت أهله يحضرونه، وعاد ابن الكبير يغمض عيونه، عاد من يموت إنسان قومه وصحبته تحضرا، يشيعون بفخر وبعز لحد ما يوصل القبرة، هذا يقبل خدوده وهذا يشمه بصدره، ترى بس حسين أبو اليمة ما حد غمض عيونه. ليش ما حد غمض عيونه سيدتي يا زينب؟ قالت شلون نغمض عيونه وراسه على الرمح شالو، شالو وجسمه على الثرى مرمي، بحوافر خيلهم داسو. يلا وياي،
وحسينا ويلي ويلي قال علي بطشت جيء به إلى الإمام تقيا به ذلك الدم المتقطع طرق الباب قام الحسين ليفتح الباب من الطارق وإذا بصوت كله كآب أنا الفاجدة أمي وبي وأعوذ بالله من قلب لا يخشع لمصاب الحسن أنا الفاجدة أمي أمي يا أمي يا أمي وبي ونجاي أتعافى لخي أخاف يروح مني يزول في صرخ الحسن على الحسين حسين خويا شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني وحسنا ولي دخلت على جسم الحسن والدمع يجري تنادي عجل هاليوم بتفارق يا بدري قالها يا زينب على المصايب عاد صبري واللي انكتب باللوح يا اختي تشوفه العي قايل انا الحسين يغطي الطشيت عنك خايف يا زينب من تشوفينا يا صدمك واليوم شفتينا والله يعظم اجرك شفتي مصايبنا وباقي مصيبة تحسين اي خويا ساعدني مو تتعب انت من النعوه خلي التعب علي انت بس هدو وياي ولا البيت يجرحكم ها قالها شفتي مصاب امي البتوله بعصره الباب ولا شفتي علي الكرار من ضربه المحره واليوم كبدي بطشيت يا بنت الاطياب ملزوم يا اختي لازم تشوفين طشتي اين الصارخون حسين طشتين يا اخويا هذا طشت واحد شفته بعد اي طشت يا اخويا يا ابو محمد قال لها هالطشت هذا اللي قبالك تنظرينه والثاني يوم اللي المجلس تدخلين اطلع بيكم للشام وارجع للحسن ها كلمة قلتها توجعكم بس لا بأس وقفت زينب اقبال يزيد بن معاوية كلم النسوان كلم زوجة الحسين ما ردت علي قال أرد أسمع صوتها ملحيلة قالوا هاي حلفت من بعد الحسين ما تكلم رجال حلفها براس الحسين يا سادة المجلس لزم الراس من كريمته ورفع قال هرباب بحق صاحب هذا الراس كلميني صاحت يا خايب ما جرت والله مثل هاي أنا حرمة وراس عزي بين عيناي أين المتفجعون حسين حطشت هذا اللي قبالك تنظرينه والثاني يوم اللي المجلس تدخلينه حفت شماته وراس خيك ناصبينه ونوبة العصا فوقي ونوبة براس الحسين
وويلا. تم الكلام ويا زينب، التفت للإمام الحسين، خويا أبو علي أوصيك بولادي عن التشتيت لمهم، انت ابوهم يا عضيدي وانت عمه، لو غمضت عيني عسى الله يدومك لهم، والعام باولاد الاخو يا حسين ملزو. واذا بالامام مدد يديه واسبل رجليه وغمض عينيه وأطبق فاه تكريما لروح الإمام الحسن اللي يتمكن يوقف وقفة على حيلها. وإذا به قال أستودعكم الله، وفاضت روحه المقدسة. أيوة إماما وحسنا. خرج الإمام الحسين ألقى عمامته، أي بارك الله فيك، استرح، غفر الله لك، ولا فتاتين في المدينة في خدرها إلا وطلعت تلطم الهامة بعشرها، وحتى البتولة سمع ويل والنب قبرها. بالأمس شبدي قطعوها وابني اليوم خاطبوا شيعة المدينة، يا أهل المدينة ونت الزهرة اسمعوها، وهي بقبرها تصيح شبدي قطعوها. عن الصفايح يا المحبين ارفعوها، بظهر على الدنيا واشوف اش صاير اليوم. ايه، وقام الامام الحسين غسل اخوه وكفنه، هاي ارض قربيت لم العطية لان بي كلمة تجرح وما لحقت احفظها، بس ان شاء الله ما تقصر انت وياي. ولف اخوه بتابوت وخلاه مولاي وصاح على بني هاشم، يلا خلي نشيل شيخ العشيرة. وإذا يسمعون صوت ريوب يا ابو سكنة بجنازة حلو الأطباء، وعرج بتابوته على مكسورة، وخلى على الروضة وخلنا نشبع عودة. وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، وجاب يا مولاي الى قبر جده، وخرجت المرأة على بغله. ارجع يا حسين، لا تدفن في بيتي من لا احب. وجاء به الى البقيع وحفر له قبر ونزل في ملحودته، وقبل لا يهيل عليه التراب دنق على خده وحبه، ويلي ترى يبكي العضيد على عضيد على عضيد، ودفع القدر ما حصل بيد، أدهن راسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت سليب. ليش ما تنع يا أخوي؟ وهال علي التراب. أرد أسألكم، الزمان نوبتين بتش الحسين على خوانه، مرة بالمدينة مثل باكر ها، ومرة بكربلة، بس تدرون يا موقف أعظم، كلاهما عظيمان، ولكن تدون على العباس السوى؟ أرد أسألكم، شفتوا لكم عمامة تركض بالشارع؟ عمامة أنت الوقر تركض بالشارع تقول سكينة شفت أبوي ركض، قلت له أبوي وين راكض؟ قال أبوي سمعت كلمة عطشان عليه، كلمة خويا الحقلي، وصل يمه
العباس عين منهن وقع بيها السهم والثانية جرى عليها الدم بعد ما يشوف ولا يسمع، بس حس واحد يمه قال له يا هذا مو تذبحني، لما ما يجيني أخوي أودعى ويودعني، وإذا بصوت إجيتك يا لزدت همي علي 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 كسرت ظهري شبعد خليت بي. قعد يمه العباس صاح آه. حسين قال ليش توني يا أخويا؟ قال أخويا عندي منوى بقلبي بس ما أقدر أسويها. لا أخويا أحكيها أنا يمك. قال له أبو علي أتمنى أكون عندي إيدين وشبقة قبل ما أموت يا أخو. قال أنا عندي إيدين. دنق على أخو حضن العباس صح آه. قال هالمرة ليش ونيت يا أبو فاضل؟ قال له هالمنوى بعد ما تصير يا أبو علي، هالمرة أتمنى أكون أمي الحنونة يمي، مني أنا جيبك يا يمي. الحسين حضنه قال له عباس بس ذني أبيات حارها مو تخليني أقرب روحي. قال له عباس إلك عندي سؤال وقلبي محتار، دايم تقلي سيدي في ليل ونهار، بيا أخويا ما ناديتني من كنه صغار، وبس ما طحت ناديتني يا أخويا يا حسين. قال له نحيل العمد فوق الغبرة ذبني، وقبل أوصل التربان شفت دين جتني، شفت أمك الزهرة تقول لي هلا يا ابني، ونستني كل آلامي وجروحي بالضلعين وياي اجت لي وشالتني عن الغبرة وحضنتني وصاحت أمك الزهرة هذا حسين جالك من كسور، وشفت لطمة عيون أمك يا أخوي حسين. وويلاه وويلاه بالخدمة أخوي على أمرك. أعود البيت بس إن شاء الله المرة ما تقصر شيل البيت وياي. إجت لي وشالتني عن الغبرة وحضنتني وصاحت أمك هذا حسين جالك من الكسور، وشفت لطمة عيون أمك يا أخوي حسين. ظلت دموع حسين بالوجنات تجري، قال له بعد عندي سؤال الذهل فكري يا عباس، كل ما أحط راسك بحجري تعوف حجري، ليش الفعل هذا وانا وانت عضيدين؟ ولا هذا البيت ما ينحج الا يوم سابع، بس تكريما للحسن اقرا لكم. قال له اخويا شلون اخلي راسي بحجرك وانت بعد ساعة الشمر يقعد على صدرك؟ أين الصارخون حسين؟ ويلاه راد يشيله امتنع، قال له مولاي لا تأخذني يا حسين لا ترفعني. اي بن فايز هذا خل جثتي مطروح حتى الخلايق تحكي فادي اخوه برو، لكن انا بشيلك لدوسك لكن انا بشيلك ويلاه ويلاه ما شفتنا في الاخوان مثلك بذل مجهود، ان عد فضل الاخوان فضلك يا خويا بزو، قطع العدا ذرعانا وشال العلم
لكن أنا بشيلة قال أبو علي أنا هم ودي أرجع ولكن خويا إذا وصلت بي للمخيم وجت لي زينب ومدت إيدها شلون أسالم هي أبو علي إذا أجت لي بنيتك رقية شلون أحضنها خويا خليني بمكاني يا أبو علي مش خطوات وإذا بصوت خويا حسين سلم على الحزينة قلها وقع راعي العالم لا ترتجين قطعوا العدة جفوفا وصوبوا بالسهم وان كان عندك عتب عتبك عند الحسين رجع وتلقت سكن الحزينة يا ابويا عمي العباس وانا قالت اوصف لي حواله قال مخ على تشتو لطمه ونعوه يا اخويا يلا قالت اوصف لي حواله قال مخ على تشتو والسهم نابت بعينه يا حزينه وما يشو شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع تشفو وانا يا اختي انكسر ظهري يوم شفت على الصعي ولا صيح يلا بالعجل امشوا نروح لجثته ها ها صيح يلا بالعجل امشوا نروح ناخذ ويانا نعش حتى نشيل جنازه كافي لي يا ابو علي على النهر صارت نومت واستحب نوم الشريعة وجيت يا أخويا وحي أقرأ بعد بيت الدعاء وأسألكم الدعاء الله يعينكم يا أخويا ولا 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 وين اليدلين بطريج العلقم منين عباس اريد باصرا عن النساوي عقب عينها الحريم وجوح وين بل شن يدليني على راية ليث الاكوى شن يقل لها يا زينب لا تجيني ما اريدك تشوفين راسي وسهم ولا اريدك تشوفين يسرايو يميني لا ينصدع قلبك يا زينب يم الاحزان عليك ثلاث مرات على حسين نع يا اخويا على حسين على حسين افلح من ذكر القائم من آل محمد على عيونك يا زينب حلم مذبوح وكل عينك دمع بس ما بكيتي